بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. سمع الله لمن حمده، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم سلمنا والمسلمين، وعافنا والمسلمين، وارحمنا والمسلمين، وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى Thank you.
لا
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم انت مولانا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ثبت ايماننا وثبت اسلامنا وارزقنا الاستقامه في العباده والعلوم النافعه والارزاق المباركه والاولاد الصالحه والاعمال الطيبه في طاعه الله وطاعه رسول الله وحسن الخاتمه برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا عليك توكلنا وإليك نهدنا وإليك المصير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم صل على